السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا البنات، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. كنبغي نرحب بالبنات جداد اللي انضموا عندي القناة، كنقول لكم مرحبا بكم، وما تنسوش تضغطوا على الزر الأحمر الاشتراك وتفعلوا الجرس، هذا إلى عجبتكم القناة. ضربوا فيها دويرة، أكيد غادي تعجبكم. متأكدة كاينين وصفات اللي يعني زوينة ومميزة، كنتمنى أنها تعجبكم. وغادي ندوز دابا باش نوريكم المقادير ديال هاد الوصفه هذه اللي غادي نحضر، اللي كتجي زوينه بحال البريوش او لا، المهم نتوما غادي تسميهم كيما بغيتو، كيجيو زوينين وداد. عندي هنا 500 غرام ديال الدقيق الابيض، عندي الحليب الدافي مع الماء، وعندي جوج ديال الاصفار البيض للدهن، وجوج ديال الابيض البيض اللي غادي نعجن بهم العجين. عندي نص كاس ديال زيت الزيتون، واللي ما عندوش يمكن يستعمل الزيت العاديه. وعندي معلقه ديال السكر والملحه حسب الذوق، وصاشي ديال الخميره. المهم هادو هما المكونات ديال هاد العجين هذا اللي كيجي زوين وقطني، وكيجي الشكل ديالو منفوخ. وهنا كما لاحظتوا راني وضعت يعني الحليب وزيت الزيتون وابيض البيض كاملين مع بعضهم، وغادا نبدا نضيف في الدقيق هكا بالتدريج حتى تجمع لي العجين. المهم وضعت كاع المكونات الا اصفر البيض، هو اللي احتفظت به جانبا، هذا نخليه للدهن. يعني هذا الخليط استعملت فيه جوج ديال البيضات، الابيض استعملته للعجين، والاصفر هو اللي غادي نستعمله للدهن ديال هاد الخبيزات او البريوش او لا. المهم كيجيو زوينين، يمكن لكم ديرهم هكا حلوين او لا مالحين. وهنا لاحظتوا العجينه راني جمعتها مزيان كما لاحظتوا، حتى تجمعات يعني ما كتحتاجش بزاف ديال الدلك او المجهود. وغادا ندهنها بشويه ديال الزيت، زيت زيتون هكا باش ما يلصقش ليا داك البلاستيك الغذائي مني تخمر. وغادا نخليها جانبا حتى تخمر وتاخذ الراحه ديالها. والعجينه خاص ولا بد انها تبقى طريه، ما خصهاش تكون قاسحه. وغادا ندوز دابا باش نحضر الحشوه. عندي صدر ديال الدجاج، وعندي الفلفل الابيض، الكركم، الزنجبيل، فلفل احمر بودره، الثوم، نص ديال الحامضه، زيت الزيتون، والدجاج راني صدر ديال الدجاج راني قطعته من قبل، كنت مجده وما حضرت يعني الوصفه، تعطلت شويه، دايره ليها شويه ديال الحامض وشويه الملحه، غير شويه كنت مرقدها فيها تقريبا واحد الساعه. وغنبدا نوضع في التوابل من بعد ما وضعت الزيت في المقله، والفلفل الاسود او الابيض، المهم اللي عندكم توفر، كركم، فلفل احمر. كنعاود معكم مقادير بالنسبه للبنات اللي هكا دخلوا الفيديو ما يعني ما شافوش المقادير من الاول، كنعاود نسهل عليكم، ماشي غنقول لكم حتى ترجعوا للفيديو، ماشي مشكل، نعاود انا كيجيني نهضر احسن من الموسيقى، هكا كيكون تواصل اكثر، لان ماشي فلوغ او لا شي خرجه اللي غنقدر ندير فيها هكا موسيقى. يعني هذه وصفه خاصني نهضر ونشرح للبنات هكا. وضعت واحد المعلقه صغيره ديال لاموطارد، وزدت واحد المعلقه صغيره عاود ديال الهريسه اللي ما بانتش في القناه. هاد لاموطارد كيعطي واحد اللذه، واحد المذاق زوين هكا للدجاج. غادي نخليه كيتحمر غير ديك الزويته اللي وضعت في الاول، غادي يبقى يتحمر الدجاج مزيان. وغادا نحتفظ به جانبا كما لاحظتوا راه طاب. والعجينه هنا ما خليتهاش بزاف، يعني انا ما كانش عندي الوقت باش نخليها بزاف هكا تسنى. لاحظوا معايا العجينه كتكون مطاطيه، كان فين ما كنديها كتمشي. غادا نقطعها هكا كويرات يكونوا متساويين بنفس الحجم. المهم طريقه مغاير على الشكل المعتاد اللي مال فين كنصايبو به هكا لي بغيوش او لا هكا خبيزات معمرين. وهاد العجين راه زوين بزاف، راني كنت استعملته هكا شحال مره في القناه. وغادا نقاد الكويرات ديال العجين، كنحاول نسرع عليكم الفيديو باش ما يكونش طويل بزاف. المهم كنوريكم غير الحوايج اللي تيكونوا مهمين، اكيد ما كنبغيش نحيدهم من الفيديو. وغادا نخليهم هكا يرتاحوا شي شويه،
يعني باش العجينة مني نبدا نسرح فيها بالمدلك ما تعذبنيش وتسرح بسرعة. وغادا نسرح الكرات ديال العجين غير بالطحين، هذا راه ماشي نشا، غير الدقيق الابيض. غادا نحاول نخليها رقيقه قدر الامكان، وذوبت الزبده وغادا ندهن بها هاد العجين هذا. بحال الشكل ديال المسمن، الطريقه ديال الطي ديال هاد العجين تيكون بحال الشكل ديال المسمن. في الجهه الاخرى حتى هي نفس الشيء، كندهنها بشويه ديال الزبده، غير شويه ماشي بزاف، غير بحال كان باش العجينه تبقى محلوله على بعضها ما تكونش لاصقه. وهاد الطريقه راه زوينه وغادي يعجبكم، تاكد هاد العجين في هاد الشكل هذا يجي من الداخل ديالو. لاحظتوا في الصور في الاول ديال لا فيديو كيبان باللي العجينه مورقه، وبقيت مستمره هكا بنفس الطريقه، كنسرح العجين وكندهن بالزبده. المهم اي زبده عندكم هكا اللي كنستعملو هكا، المسمن اولا الحلويات. وكندهن غير شويه وصافي ما تكتروش. وكنحطهم يرتاحوا. وغادا ندوز دابا باش نوريكم الطريقه يعني اللي غادا نخدم بها هاد الفطائر هادو او لي بغيوش، كيجيو زوينين. غادا نسرحهم بالمدلك بعد ما ارتاحوا طبعا، باش ما يعني باش يسهل عليا الخدمه بهم وما تخسرش ليا العجين. لاحظوا معايا العجينه كيكون عندها دوك الفقاعات، يعني كتبان باللي دائما كنقول لكم في الفيديو كتبان باللي راه زوينه. انا مني كيبان لي دوك النفخات هكا في العجينه كتبان باللي العجينه زوينه وناجحه، اكيد غادا تكون يكون الفطائر ديالها او الخبز ديالها كيكون زوين. لاحظوا معايا الجناب كيفاش كيبقاو منفوخين، هذاك راه ماشي عوجاج ماشي عوجين، وانما راه كنوريكم صبعي كي العجينه كتنفخ يعني بكثره ما انها زوينه. نحاول نسرحهم هكا بربعه قدامكم باش تشوفوا، طريقه سهله وبسيطه والشكل كيكون مغاير على العاده. وضعت شويه ديال الفرماج موتزاريلا. الحشوه راه كتبقى اختياريه البنات، ماشي بالضروره هاد الحشوه اللي درت انا اللي متوفر عندكم. وكنجيب الراس ديال العجينه هكا من جناب الطرف، والطرف الاخر كنرد هكا الجهه الاخرى حتى هي، كندير شكل المربع وصافي. اكيد راه الكل كيعرف هاد الطريقه، كتجي زوينه، كيجي العجين مورق بحال الشكل ديال بحال كرواسون بحال لاباط فايتي، كيجي زوين ومورق، واكيد كيبقى احسن من لاباط فايتي لان كيكون فيه الزبده بزاف. هادي لاحظتوا ما كاينش زبده، غير شويه هكا كندهن. وهاد الطريقه راه يمكن لكم تطبقوها هكا حتى على كرواسون الا بغيتو تصيبوها. ان شاء الله دابا نبارطاجيها معكم في القناه، وتولي تحضروا منها هكا كميه اللي تكون مهمه وتحتفظوا بيها. هنا غادا نعاود معكم واحد الوحده اخرى هكا، كنرش شويه ديال الفرماج. يمكن لكم ديروا الطون، يمكن لكم ديروا الكفته، المهم على حسب داكشي المتوفر عندكم. ولا يمكن لكم تكتفيوا غير بالفرماج الابيض مع شويه ديال المعدنوس او لا هكا كيجي زوين، او لا ديروا الشوكولا، داكشي كيبقى على حسب نتوما واش بغيتوا الحشوه مالحه او لا حلوه. يعني ماشي بالضروره نحصركم انا في هاد الوصفه هذه بالضبط، انا وريتكم غير الشكل يعني لاباز ديال الوصفه، وانتوما كتفنوا في الحشوه يعني اللي بغى على حسب الذوق ديالكم. اكيد كنمشيو دائما على حسب متوفر. وكندهن باصفر البيض اللي كنتو شفتو معايا في الاول اللي احتفظت به، زدت عليه شويه ديال
زيت الزيتون، اصفر البيض، وضفت عليه شويه ديال الزيتون، زيت الزيتون وشويه ديال الخل، غير قطره صغيره ديال الخل، ما تكتروش باش يبقى عندكم داك اللون الاصفر، باش تقدروا هكا تزينوا هكا ملي ديروا الفرشات. ما تديوش البنات على هكا هكا، ما عرفش انا هكا لاصقه فيا، ما بغاتش تحيد. كان راجع الفيديو كنبقى نضحك غير بوحدي وكنا نشرط العجين بالفرشات بحال هاد الشكل، كنت غنقول هكا وقلت اش غنقول لاحظوا معايا الطريقة زوينة وسهلة وأسهل منها ما كاينش. يعني السيدة كتبغي هكا تفنن في المنزل ديالها مع وليداتها، ماشي حتى يجيو عندنا الضيوف، وإنما غير مع وليداتنا. كتبغي كل نهار ديري لهم حاجة زوينة جديدة كتفرحيهم. درت لكم واحد الحاجة، أنا ولادي فرحوا بيهم هادو بزاف، أكيد أنتم وليداتكم غادي يعجبوهم هاد بحال هاد الوصفات. وليداتها اللي وليداتها كيبغيو هكا الحلو، ليهم دير ليهم كرواسه او لا كونفيتير او لا داكشي اللي بغات في الحشوه، ولا كريم باتيسيير، اي حاجه. وزينتهم من الفوق، كيبقى تزيين اختياري بهاد الحبيبات هكا ديال الخشخاش، باش يفتحوا لي داك اللون الابيض او الاصفر ديال البيض والدقيق. وهنا من بعد ما تحمروا، انا حمرتهم مزيان، كيعجبني اللون الاحمر، ما كنبغيش يبقاو هكا الشكل ديالهم بحال الخضر. بعد ما طابوا هكا، لاحظوا معايا كيكون العجينه كتكون طريه بزاف، واحد الدرجه اللي ما كتخيلوهاش، لان العجينه كنديرها انا خفيفه. وانا البنات كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، والى عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبارطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وضربوا دويره في القناه، اكيد كاينين بزاف ديال الوصفات اللي غادي يعجبوكم. تلاقاو ان شاء الله فيديو اخر. لاحظتوا معايا كنت غادا نمشي، وقلت غنوري نهضر لكم على شوفوا الفرماج كيفاش كيجي من الداخل، حيت مع داك الفرماج موتزاريلا كيجي واحد العجين اللي رائع البنات ما تخيلوش، ومورق. يعني راني فتحت معاكم باش تشوفوا، يعني ماشي غير طيبتهم وقلت لكم سلامه، اكيد خاصنا نشوفوا الداخل ديال العجين باش نكونوا متاكدين. كيكون مورق مع ان فيه الخميره، وجه مورق. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، تلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، والسلام عليكم.